الجهود اللي مبذولة من طرف رئيس الجمهورية ومن طرف النواب على الجالية، يعني المكتسبات اللي حققناها تحققت على أرض الواقع، على أرض الواقع راهم من السيادة الوطنية، ومنهم المكتسب الكبير هو نقل الجثامين، لأنه نقل الجثامين عندما تجسد على أرض الواقع كانت فرحة كبيرة للجالية، لأنه كانوا بكري كي يموت لنا يعني واحد حراق يروحوا يلموا له، كي يلموا له انت كي يقولوا هذا شكون اللي توفى، قال توفى جزائري سي ليدونتيتي اليترونجي، يقول لك شوف الجزائر تطلب راك معايا. هذا الموضوع هذا التحل ديفينيتيف، يعني شكر الجزائر لرئيس الجمهورية اللي مشانا مع هذا الموضوع هذا اللي كان الموضوع مهم جدا. الدولة لازم تكمل في المسار هذا، كي نقول لك الدولة رئيس الجمهورية نقول لك الحق تاع ربي جو لوي تير شابو، علاه راهو شاك ديسكور يجبد الجالية ويجبدها بقوة. درك بقات لنا دوزيام ايشيل، لا دوزيام ايشيل هذيك عندنا ينكوش ادمينستراتيف هي اللي تعطل المسار تاع واش طلبوا رئيس الجمهوريه.